يبارك فيك يا حبيبتي وكفيك شر الحوق. هديلي والنبي يا حاجة. بالي ارتاح واعرف ان يا رب يا حبيبتي يهديلك بالك ويريح لك حالك ان شاء الله. وايه اللي شاغل بالك ومخليك مش عارفه تنامي يا عفة؟ عمر؟ مفاجأة مش متوقعة. مش انت ايه اللي جابك هنا وليه عامل في نفسك كده؟ نفس اللي جابك هنا. بس تفتكري بقى شوية الأكل دول على حبة الفكة اللي بتوزعيهم هيريحوا بالك وهيريحوا إحساس الذنب. انت عرفت منين إن أنا هنا يا عمر؟ الاسم والنصيب. نفس الاسم والنصيب اللي ضيعوا مني يوم وصحيت لقيت نفسي لابس في عيل مش ابني. فاكره ولا مش فاكره؟ انا مش فاهمه انت عايز ايه مني بالظبط. انا اللي عايزه ولا انت اللي عايزه؟ مره تنغصي عليا حياتي بكدبه ملهاش اي معنى، ودلوقتي امك عايزه تلبس اختي جريمه قتل هي ملهاش اي ذنب فيها، وانت عارفه كده كويس. امي ملهاش دعوه، ما تصدقش حد خالص يا عمر. بجد والله؟ ويوم الحادثه مش ابوكي كان معاكي في النادي وزعلتي؟ ولما علي اتكلم معاكي ضميرك وجعك وطلعتي وراه عشان تلحقيه؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل حصل يا عمر، بس جريت وراه ما لحقتهوش. لا لحقتيه يا عفة، لحقتيه وعلي شافك. شاف ايه؟ ايه ايه اللي جابك؟ قلت لك ما تجيش هنا. ما انا قلقت عليك وانت ما بتردش عليا. يلا 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 عفة هنا. أكيد روحتي وراهم وشفت أمك وهي بتحط السم وقتلته. انطقي. حمود حرام عليك. حرام عليكوا أنتوا، أختي هتتشنق. حرام عليكوا، حرام عليكوا. ارحميها وقولي الحقيقة، قولي. وما رحمتنيش إيه ليه الأول لما خطفته مني؟ لما خدت مكاني في حد كان هي المفروض اللي تموت. ما كنتش أقصد أموتها. ما كنتش عايزة أموتها. كانت نفسي إيه اللي تموت. أنت اللي قتلتي؟ مساء الخير. أنا فين؟ لا 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 على مهلك كده، الحركة ممنوعة نهائي. أنا فين؟ يلا بقى. منه الله السواق الأطبش اللي ما بيشوفش ده، بس الحمد لله قدر ولطف لحقناك الحمد لله. أيوه الحادثة. لا مفيش كلام خالص، أنت أصلا عندك ارتجاج بسيط كده ومحتاجة راحة لمدة أسبوع على الأقل. عمر، عمر أخويا، أنا عاوزة عمر. والله أنا ما عارف أقول لك إيه، بس يعني هو الشيطان أصله لما بيلبس حد بيخليه يعمل حاجات ما نقدرش نعملها، يعني عموما ربنا يهدي. أنا مش فاهمة حاجة، عمر فين؟ عمر هربان. عمر هربان؟ عمر هربان؟ هربان من إيه؟ عايزك تهدي خالص. والله العظيم انا ما عارف اقول لك ايه. انا قلت لك هتنفعلي وهينفع الخطر عليك دلوقتي. اتكلم يا دكتور، عمر هربان من ايه؟ ابوس ايدك اتكلم. صعبان عليا والله يا هانم، هتلاقيها منين ولا منين؟ حزنك على جوزك اللي اتقتل ولا شحتفتك على اخوك اللي قتله؟ ايه؟ مين قتل مين؟ عمر قتل غازي وهرب والمستشفى كلها مقلوبة عليه. لا لا والله
لا ما حصلش والله ما حصل. بس اهدي اهدي والله ما حصل. والله العظيم هو ده اللي انا كنت قلقان عليك منه. عمر ما قتلش، عمر ما قتلش. انا وصفوان لقينا غازي، وغازي دخل في الازاز والازاز كله نزل دماغه. والله يا دكتور عوني، والله ده اللي حصل. هو ده الضعفات بتبتدي بالتخريف. شوفي غازي مخنوق، والمستشفى كلها شافت الدكتور عمر وهو بيهرب بعد ما قتله. لا لا انت بتخرف، عمر اخويا ما قتلش، عمر ما قتلش، وصفا شهد على كل اللي حصل. انا انا اللي زقيت غازي، انا وصفا. والله انت اللي بتخطر. ماشي ماشي بس اهدي اهدي، انا دلوقتي هندهلهم يدولك حقنه مهدئه وهتبقي تمام ان شاء الله. انا عايز امشي، انا مش عايز احد يديني حقن، انا عايز اخويا. طب اهدي 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 بس اهدي. عمر حقنه بسرعه. هي دكتور هنا بتاعه. عمر عمر اخويا انت بتكرهه طول عمرك، مش عايز حقنه. لا اهديش اهدي خالص، بتكرهه طول عمرك، بتكرهه مش عارفه احنا عملتلكوا ايه خالص. ده احنا بنحبكم وبنحب عمر. انت احنا كان لازم نكتفها لغايه ما الحكومه تعكشها. حكومه ايه يا هبله؟ ما لو فيها حكومه كان الدكتوره كمان اتعكش معاها. باريزا عندها حق، كان لازم نسلمها. سلم ايه يا دكتوره؟ ده لولا ستر ربنا والناس اتلمت زي النمل وانت خلعت في الزحمه كان زمانك دلوقتي كلابوش. تفهم باك يا خلوص. خايف عليا يا باريزا؟ انت اللي زيك لازم ينخاف عليه يا ابطال. ابطال ايه بقى؟ الابطال غرق وغرق المركب بالناس اللي فيها. السجن ارحم من التوه اللي الواحد عايش فيها دي، بقى تبقى برايه اختي قدام عيني ومش قادر اثبتها. ربك كبير ومفيش احن منه. اهو دلوقتي فلنكات يجي ويحكي لنا على كل حاجه. يا دكتوره انت بالرجوله واحنا رجاله في ظهرك، ومطرح ما الدقة هنرسلها. سبحان الله، ببلاش يا خلاصي. والفلوس عملت لي يا باريزا؟ وانا كنت هروح فطيسه اللي هو الدكتور ربنا يكرمه كان زماني مريح صافي تاني جنب الناس اللي تحت دي. ربنا يكرمك يا دكتوره. طب خد يا اخويا رن على فلانكات شوف اتاخر ليه. اهو فلانكات اهو. هلا فلانك. ها خير؟ البنت قطعت نفسها، دي هربانه منها، هربانه منها خالص. المهم اهدى بس كده وجمع نفسك وقول لي راحت فين. ممكن تحكي لي اللي حصل بالتفصيل؟ بعد ما اتخانقت انا وبابا في النادي مشي وسابني، خرجت وراه بسرعه عشان اصالحه، لقيت البت دي واقفه مستنيه بره، وركبوا العربيه ومشي. خدت عربيتي وطلعت اجري وراه لحد ما وصلوا بيت غريب قوي ما اعرفهوش. فضلت قاعده مستخبيه ورا السلم مش عارفه اعمل ايه، مش مصدقه اللي انا شايفاه. فضلت افكر لحد ما جبت على الدليفري. لما فتحت هي اللي بتاعت الدليفري طلعت عشان تجيب لي فلوس، هو سمع حاجه في الشارع خليته يجري. فانا طلعت دخلت البيت ده استخبيت ورا الكرسي اللي ورا الباب. هي حسبته ومشي، بعدين هي طلعت فوق لجوه. وراح فين ده يا كابتن؟ ميرسي.
سمك. انا بقى هفتح نفسك وهنسيك قرف بنتك والوش اللي هي عامله لك في دماغك ده. يا بنت يا بنت، بقول لك ايه، اطلب منك طلب. اتفضلي. طبعا ينفع ما تسيبش الرياسه دي ابدا. ده عشان خاطرك انا قتيل الرياسه، واي حد مش عاجبه يخبط دماغه في اكبر حيط. هو ده فضلت ادور على اي حاجه اطلع موتها بيها. انا ما كنتش قادره اصدق اللي انا شايفاه. بعدين لقيتها حاطه سمك على السفره. بابا ما بيحبش السمك، فقلت انا لازم اموتها، لازم اموتها بالسمك ده. دخلت المطبخ فضلت ادور على اي حاجه. لقيت سم فرين، حطيت سم الفرن على السمك، غرقته سم فرين عشان هي تموت. انا عارفه ان بابا ما بيحبش السمك وما كانش هياكل. هي اللي كان لازم تموت، هي اللي كان لازم تموت، مش انا اللي قتلته. هي اللي سرقت مني ابويا، هي اللي كان لازم تموت بحضرة الظهر. هي اللي قتلت ابويا، هي اللي قتلت ابويا وخدته مني، هي اللي سرقته مش انا اللي قتلته. حبسوها هي حضرة الظهر. انا ما قتلتهوش.